مساء الخير وأهلا بحضراتكم معنا في مشهد جديد على شاشة قناة النيل الأخبار. مشهدنا اليوم عن التجاذبات هذه المرة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ربما يعني هو ملمح من ضمن هذه الملامح، إضافة إلى عملية الشد والجذب بتزداد وطأتها خاصة في الأيام الأخيرة ما بين روسيا وأوكرانيا والغرب، وتصريحات بالتأكيد لها كثير من الدلالات، ما بين أيضا التهوين والتهويل قد يساء ترجمتها أو قد تجتزأ من صياغتها الحقيقية لتستثمر لخدمة أهداف أطراف أخرى. يعني ربما التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي بوتين تم قراءتها بشكل أثار تحسبات، أثار مخاوف من المرحلة اللي مش بس روسيا وأوكرانيا مقبلين عليها لكن العالم بكله. لم نفق بعد من الآثار السلبية الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، حتى دخلنا أيضا في دائرة مفرغة من التداعيات على مستوى العالم، خاصة البعد الاقتصادي بالتأكيد من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل أيضا تكهنات بأن الضغط وسياسة العزلة وأكثر من موجة من العقوبات اللي بيفرضها الغرب على روسيا قد لا تؤتي الثمار المرجوة لهذا الجانب، وربما تكون أيضا فاتوراتها باهظة لهم وأيضا أكثر حدة بالنسبة للدول النامية اللي دوما بتكون هي الدافع الأول لهذه الفاتورة الباهظة. كثير من المحاور وثيقة الصلة بهذا المشهد بنتطرق لها تفصيلا وتحليلا في هذا اللقاء وهذه الجولة المتجددة من المشهد، وبوجه تحية لضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ ريهام وبالسادة المشاهدين. السيناريو اللي العالم عايشه دلوقتي يعني كبدايه ومنطلق بالتاكيد لاكثر من تساؤل، الاصوات بتتعالى يعني بتتحسب من المرحله اللي احنا مقبلين عليها امنيا واقتصاديا، ومين المستفيد الاكبر ومين المتضرر الاكبر وغيره. يعني اسمح لي نرجع الاجابه على هذا التساؤل اللي بيحمل تحته كثير من العناوين الصغيره بعد متابعه هذا التقرير، ونعود لحضراتكم من جديد. على مدار تاريخها لم تقف بوصلة العلاقات بين قطبي الحرب الباردة روسيا والولايات المتحدة في اتجاه واحد، لكن ملفات خلافية تراكمت في السنوات الأخيرة لتضع تلك العلاقات على فوهة بركان. الخارجية الروسية حذرت من أنه إذا أعلن الكونغرس الأمريكي روسيا راعية للإرهاب فإن الولايات المتحدة ستكون تجاوزت بهذا نقطة لا عودة، وأن علاقات الجانبين ستتدهور إلى مستوى متدن جديد أو حتى تقطع تماما. جاء ذلك على خلفية سعي عضوين بالكونغرس الأمريكي لإقرار قانون يصنف روسيا راعية للإرهاب بزيارة كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. واكتسب الصراع الروسي الأمريكي منعطفا جديدا فارقا في 21 من فبراير الماضي بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مستقلتين عن أوكرانيا في خطوة تصعيدية لاقت غضبا كبيرا من كييف وحلفائها الغربيين. وفي أعقاب ذلك أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، وصفة ذلك بعملية عسكرية خاصة، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين. ورد الغرب بعقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية غير مسبوقة، بما في ذلك تجميد نحو نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي التي بلغت 640 مليار دولار قبل 24 من فبراير الماضي. سيناريو الحرب العالمية الثالثة، نحن ممكن نكون بشكل أو بآخر مقبلين على نوعية من هذه الحرب، هل ممكن يكون مرجحا على ضوء المعطيات الأخيرة في هذا المشهد،
أم في قدر ليس باليزيد من المبالغة فيما يتعلق بهذه المسألة؟ وإن كان في مبالغة، المبالغة مقصودة أم هي مسألة طبيعية بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية وما يخص سعر الفايدة وأكثر من مرة في أقل من شهر البنك الفيدرالي بيرفع سعر الفايدة وسيناريوهات يعني بيرسمها كثير من المتابعين والمحللين قد تبدو أكثر قتامة يعني على الأقل من قبل يعني في مواجهة بعض الأصوات اللي ممكن تكون بتهون من ما يمكن أن تشكله هذه الأزمة الروسية الأوكرانية من تداعيات في المستقبل القريب. بجدد تحية بضيفي في هذا الحوار أستاذ محمد ربيع ديهي الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ المشاهدين. السيناريو القادم كيف تبدو ملامحه بالنسبة لحضرتك؟ وهل هو يعني أقرب إلى نذر حرب أم مجرد نتائج اقتصادية كارثية أم ممكن يكون في أشياء أخرى واردة أو مزيج بين هذه الملامح كلها مع بعض؟ خلينا هنا أو حينما نتكلم في هذه النقطة تحديدا نتحدث على أكثر من وجهة نظر مطروحة. البعض طرح وجهة نظر أننا بصدد حرب أو بداية حرب عالمية ثالثة نظرا للتداعيات السلبية التي ستنتج عن هذه الحرب، وخاصة أن الحروب العالمية الأولى والثانية بدأت بحروب إقليمية في البداية في الداخل الأوروبي ثم انتشرت نيرانها إلى العالم أجمع وطالت المجتمع الدولي بصورة عامة وأصبحت حرب عالمية أولى وثانية، والآن نحن بصدد حرب عالمية ثالثة. البعض الآخر نفى وجهة هذه النظر تماما وتحدث أننا بعيدين كل البعد عن الحرب العالمية أو وجود حرب عالمية ثالثة، خاصة أن ما زالت هناك نتائج إيجابية لدى البعض أو لدى القوى الكبرى، وما زالت هناك قوى كبرى تسيطر على هذا العالم، وأن حتى وإن كانت الولايات المتحدة قد تراجعت قوتها تدريجيا أو قليلا إلا أنها ما زالت هي القوى الأكبر أو الأهم في المجتمع الدولي. النقطة الأخرى أو الأهم في هذا الطرح هو فكرة أن الأطراف الدولية أو المتنازعة الدولية هي المستفيدة، ولكن الكارثة الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي وخاصة الدول في العالم النامي هو أنه لأول مرة في التاريخ يحدث ويتم أو يكون النظام الدولي بصدد أزمتين في وقت واحد أو متلاحقتين. الأزمة الأولى هي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها في الجانب الاقتصادي على المجتمع الدولي بصورة كبيرة جدا والجميع خرج متأثرا بها. الأزمة الثانية هي الأزمة الروسية الأوكرانية التي أيضا أثرت على المجتمع الدولي بصورة كبيرة جدا وأثرت على الجانب الاقتصادي بصورة أكبر وأكثر وضوحا، وبرز ذلك من خلال ارتفاع أسعار الطاقة الذي تلاه ارتفاع في كافة السلع، إضافة إلى ذلك ارتفاع أو عملية أزمة الغذاء العالمية بالضبط كما تتحدث الأمم المتحدة بأن هناك العديد من شعوب العالم والدول في أفريقيا قد تواجه مجاعات أو أزمة غذاء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. أيضا فكرة الدولار أو العملة الرئيسية في التعامل بين الدول وهو الدولار، حينما ترفع الولايات المتحدة الفائدة أو الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار ويتم لتقوية الدولار أو يعني فكرة أن يصبح الدولار هو الأقوى ويظل هو المهيمن هو أيضا كارثة كبيرة على العديد من الدول وخاصة دول العالم الثالث أو الدول التي مرتبطة اقتصاديا بالدولار. يعني هذا القدر من القتامة في المشهد في المرحلة المقبلة لكن إيه نكمل جزئية معينة، لو ضفنا لكل ده مشهد آخر وهي الأزمة بين الولايات المتحدة والصين وهي أيضا الأزمة الأخرى التي ربما تواجه المجتمع الدولي وتؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي وخاصة إن وصلت أو تطورت الأمور بين الصين وتايوان. واسمح لي كمان أعمقها، يعني الولايات المتحدة والصين، الولايات المتحدة وروسيا، يعني هي المسألة ليست فقط المواجهة الروسية الأوكرانية، يعني بالضبط. روسيا وأمريكا من جانب وروسيا وأمريكا أيوة. والصين من جانب أخر. الولايات المتحدة تحاول أن تستفز هذه الدول بصورة ما، تحاول أن تضع هذه الدول في حروب أو في أزمات لتحافظ على هيمنتها كسوبر باور أو كالقوى الوحيدة على مستوى العالم. جميعنا أدركت والولايات المتحدة حتى بايدن أثناء حملته
الانتخابية في يعني الجولة السابقة، تحدث صراحة أنه سيسعى للحفاظ على أن تكون الولايات المتحدة أو عودة الولايات المتحدة القوى المهيمن أو القوى الأولى على مستوى العالم. الآن الولايات المتحدة تدرك تماما أنها ليست بمفردها في المجتمع الدولي، أصبح هناك أكثر من قوى متواجدة، منها روسيا، منها الصين، وربما ينافسها أيضا الاتحاد الأوروبي الذي كان بدأ يتخذ سياسات تدريجية للخروج بعيدا عن العباءة الأمريكية، وهذا الأمر ربما أزعج الولايات المتحدة. وربما قبل الحرب الروسية أو الأزمة الروسية الأوكرانية كانت هناك أحاديث في الداخل الفرنسي تتحدث بضرورة الخروج من العباءة الأوروبية والانصياع ناحية أو البحث عن هل حضرتك بتشوف أن هو ده مربط الفرس الحقيقي ما بين الأحادية القطبية والتعددية القطبية؟ بالضبط، يعني هي هذه هي نقطة من ضمن نقاط كثيرة جدا دفعت الولايات المتحدة إلى أن تستفز هذه الدول حتى يصل الأمر إلى حرب، خاصة روسيا وأوكرانيا. وهذا السيناريو يتكرر الآن في تايوان والصين من خلال الزيارات التي تقوم بها الولايات المتحدة. الأمر هو ما دفع روسيا الآن لدخول إلى هذه العملية العسكرية أو القيام بهذه العملية العسكرية بدافع حماية أمنها القومي أو تعزيز أو دفع يعني الحماية بعض الشعوب زي الدنباس وغيره التي طلبت الاستقلال من الدولة الأوكرانية. إعلان بوتين استفتاءات في الإقليمين وإعلان التعبئة العامة ويعني كثير من القرارات خاصة اللي اتخذت في الأيام القريبة الماضية أثارت كثير من التوجسات يعني، وأيضا يعني خضعت ما بين تهوين وتهويل. لو هاخد قراءة حضرتك لما تتوقعوا في الفترة القادمة على هذه الخلفية، ماذا تقول؟ يعني لا شك أن هذه القرارات الكثير تحدث حول أنه سبب رئيسي فيها هو التراجع الروسي الأوكراني أو تراجع روسيا في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة، وخاصة في بعض الاتجاهات، وتقدم القوات الأوكرانية واستعادة القوات الأوكرانية لبعض الأماكن التي كانت متواجدة فيها روسيا خلال الفترة الماضية، وأن روسيا تحاول أن تعيد هيكلة الأمور مرة أخرى. ولكن في الجانب الآخر يجب ألا نغفل أن إعلان الاستفتاء في هذه في الإقليمين وخاصة في المناطق التي طلبت الاستقلال عن أوكرانيا وأن يكون هناك استفتاء لانضمامهم إلى روسيا أو بقائهم في مع أوكرانيا يتطلب أيضا حماية من قبل القوات الروسية، وهو ما دفع روسيا الآن إلى أن تعلن التعبئة الجزئية وليست التعبئة كليا في الداخل. اسمح لي أتوقف عند هذه النقطة ويعني أتساءل أيضا يعني هل تصريحات بوتين الأخيرة تقرأ بشكل كبير سياسيا واستراتيجيا على أنها تصعيد روسي، وفي حال كان تصعيدا روسيا كيف سيترجم إلى إجراءات على أرض الواقع، وكيف سيكون رد فعل الغرب وتحديدا رد فعل الولايات المتحدة؟ سؤال أتوجه به لسيادة سفير أحمد القسني مساعد وزير الخارجية الأسبق في هذه المداخلة الهاتفية. أهلا بحضرتك. كيف يعني تظل الأهداف الرئيسية والاستراتيجية المعلنة من قبل روسيا والمعلنة أيضا من قبل الغرب بقيادة أمريكا يتم السعي الحثيث لتنفيذها. طبعا ليس غريبا ولا مستبعدا بل معلنا رغبة الغرب في تفكيك الاتحاد الروسي ورغبة روسيا أيضا في تفكيك حلف شمال الأطلنطي، وبالتالي تظل الأهداف ما قائمة، يظل السعي الروسي لتنفيذ مشروعه في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في أوكرانيا بدعوى أمنه الحيوي أو أمنه القومي أو مجاله الحيوي أو ادعاءات تاريخية. وتظل الغرب يحاول استنزاف روسيا في مصيدة أوكرانيا. عندما يقول بايدن أن الروس سيكونون منبوذين في العالم أكثر من ذي قبل، ما الذي تعكسه مثل هذه التصريحات؟ وهل على الأقل بشكل مبدئي في قراءة سيادتك العزلة والعقوبات واحدة تلو الآخر اللي فرضها الغرب على روسيا منذ تفجر الأزمة أتت ثمارها؟ وهل يعني هذه خطوة قد تكون غير محسوبة من قبل الغرب لأنها أيضا هم أنفسهم سيجنون أشواكها بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية يعني، وليس الغرب فقط ولكن يعني الدول النامية دائما بتكون الأزمة أشد وطأة بالنسبة لهم؟ أعتقد أنها
أنه أمر حتمي أن تحقق روسيا أو الاتحاد الروسي وبوتين تحديدا أن يحقق ما أعلنه أهدافه للعديد من الأسباب، أولها الساحة الداخلية في روسيا التي سترفض أو ستعزل بوتين إذا لم ينفذ ما أعلن عنه في عملياته العسكرية. أيضا مسألة تحقيق الأمن القومي لروسيا بعد أن أحاطت بها قواعد حلف شمال الأطلنطي على مجمل حدودها. يظل الهدفين قائمين ويظل مشروعين بالنسبة لروسيا، وتظل نسبة نجاحهم عالية جدا، ولا يمكن أن لا تستطيع قوة تعد نمرة رقم 2 في قدراتها الدفاعية والتكنولوجية أن تخفق في تحقيق أهم مبادئ أمنها القومي. وطبعا الغرب أيضا يعني متماسك في يعني نوع من التآلف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. للضغط على روسيا لدفع أقصى تكلفة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. طيب. سيد سفير، تصريحات بوتين الأخيرة ما بين مهون ومهول، أي الفريقين تؤيد، اللي بيدعم أو بيرجح فرضية أن ممكن يكون العالم مقبل على حرب عالمية ثالثة، أم أنه مجرد تلويح بالحرب أو استعراض للقوة العسكرية والقدرات الروسية؟ يعني عندما تعلن روسيا أو أي مسؤول روسي على أعلى مستوى، يبدو أنه لافروف وزير الخارجية، أن العلاقات مع ما بين روسيا والولايات المتحدة صفر، وأن يحشد القوتين قواهم في مسرح عمليات. نعم. لنوع من الصراع العسكري، معناه ان العالم كله مهدد بحرب عالميه ثالثه بالتاكيد. انقطعت الاتصالات، انقطع التشاور، انقطع التبادل، انقطع التفاهم والتفاوض ما بين روسيا والقوى الغربيه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه. هناك مسرح عمليات، هناك حشد عسكري وأسلحة مختلفة من الجانبين تتصارع على الأرض. يعني العالم على وشك انفجار وعلى وشك حرب عالمية مقبلة، ولا يستطيع أحد التنبؤ. ولكن على الأقل أتصور أن روسيا لابد، الاتحاد الروسي لابد أن يحقق على الأقل نصف ما طمح فيه، وأيضا الولايات المتحدة والغرب لابد أن يستشعروا في النهاية أنهم استدرجوا روسيا وأنهم كلفوا هذا الأملاك الروسي الذي يسعى لتفكيك حلفهم. صحيح. لأن فعلا يعني الأزمة لا تقتصر على الطرفين، وإنما يعني يخشى أن تخرج خارج حدودها. أرجو أن تبقى معي سيد سفير، سوف أعود إليك لاحقا في وقت قصير، وأعود من جديد لضيف استوديو أستاذ محمد ربيعي. أستاذ محمد، إلى أين يعني يمكن أن تقود هذه السجالات يعني وهذه الحروب الكلامية؟ يعني ربما الحاصل فعليا هو الحروب الكلامية في التصريحات، وأيضا الطرف الأوكراني أيضا يعني دوما بيناشد الغرب أن هو يقف معاه في هذه المواجهة، وحديث يتصاعد أيضا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع ملفات مشابهة حديثا عن أزمة أوكرانيا. خلينا نتفق على نقطة ازدواجية المعايير. في الواقع الدول أو الدول الكبرى عموما تبحث عن مصالحها دون أن تنظر إلى مصالح الطرف الأخرى، سواء كانت المصالح في أوكرانيا أو مع روسيا، ستفضل هذه الدول مصالحها في النهاية. ما تخشاه الدول الأوروبية من الأزمة الروسية الأوكرانية الآن هو ملف الطاقة. إن أمنت الدول الأوروبية احتياجاتها من الطاقة، سيكون هناك ردود فعل أوروبية مختلفة مع الجانب الروسي. حتى الآن هذه العقوبات التي نراها على روسيا، بالعكس روسيا استخدمت سلاح مضاد على هذه العقوبات، وكانت هناك ردود فعل روسية أكثر يعني حدة اتجاه الدول الغربية تحديدا. الحرب تقصده بالسلاح الروسي المضاد؟ فكرة أن يتم التعامل بالروبل بديلا من الدولار أو اليورو في معاملات النفطية، قطع النفط عن بعض الدول، التهديد طبعا. أو إيقاف إمدادات النفط أو الطاقة عموما إلى بعض الدول الأوروبية، وسلاح الغذاء طبعا، وسلاح الغذاء الذي يهدد العديد من دول العالم. الأهم من ذلك
هي أن العقوبات التي فرضت ليست عقوبات أممية، وإنما هي عقوبات من قبل بعض الدول تلتزم بها الدول التي أقرت التزامها بها. إن كنا نرغب أن نقيس في مدى أضرار التي وقعت على طرف من أو طرف دون الآخر أو كلا الطرفين في هذه الأزمة وخاصة الأطراف الأوروبية، خلينا نتفق في البداية أن المستفيد الأول من هذه الأزمة هي الولايات المتحدة لأسباب عديدة، سياسيا واقتصاديا. سياسيا تمكنت من إيجاد نوع من التوحد حتى ولو بصورة شبه مؤقتة داخل حلف الناتو الذي كان يعاني من انقسام شديد جدا خلال الأونة الأخيرة بسبب التعاون التركي الروسي وإدخال منظومة إث 400 والصدام بين تركيا وأوكرانيا تركيا وفرنسا وغيرها من دول حلف الناتو. أيضا الدول الأوروبية كانت تعاني من انشقاقات داخلية، وربما برز هذا الأمر في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال رفض بعض الدول توقيع عقوبات أو طلب بعض الدول التفاوض مع روسيا للتوصل إلى حلول. النقطة المهمة في هذه الأزمة هي الشعب، الشعوب في أوروبا، ما هو موقف الشعوب في الدول الأوروبية؟ سنلاحظ خلال الأونة الأخيرة هناك نوع من التظاهرات، هناك الرفض للعقوبات التي في بعض الدول الأوروبية وليس كل الدول الأوروبية أيضا، لبعض العقوبات التي فرضت على روسيا ومطالبة بأن تبحث هذه الدول عن مصالحها وأن يتم التفاوض بشأن أوكرانيا أو التفاوض مع الروس بشأن الطاقة وغيرها من الملفات. كل هذه الأمور تجعلنا أمام سيناريوهات عديدة. الدول الأوروبية ليست بحاجة أو لن تتمكن من خوض حرب في هذا التوقيت، وربما الأمريكان والولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أنها أضعفت القوى الأوروبية على مدار سنوات طويلة جدا، إما من خلال تقليل عدد القوات أو تقليل ميزانية الدفاع، وشاهدنا هذا حينما بدأت الدراسات الغربية تتحدث وخاصة الأمريكية تتحدث عن رفع ألمانيا على سبيل المثال ميزانية الموازنة الخاصة بالدفاع العسكري، كيف سيكون تأثيرها على الأقل في حرب إعلامية لاستقطاب المؤيدين والداعمين. هذه هي طبيعة هذه الأزمة أو الأزمة المشاركة. لكن اسمح لي أعود من جديد لسيد سفير أحمد القويسني. سيد سفير، كنا بنتحدث منذ قليل عن انقطاع العلاقات، شبه انقطاع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. كان في تلويحات قبل كده، والآن يعني هي أكثر من ذلك، تعدو ذلك بكثير. مع وضع في الاعتبار، أخذ خلفية حضرتك وخبرة حضرتك في هذا المجال، أن دوما كان هناك يعني هذه العلاقة اللدودة أو هذا الود المفقود بين الجانبين الروسي والأمريكي، ما الملمح الجديد اللي ممكن نشهده في الفترة القادمة، خاصة في ظل توقعات أو تأكيدات بأن هيكون في تغييرات جذرية في توازنات القوة العسكرية والاقتصادية على مستوى العالم؟ طبعا نحن في يعني الآن في نقطة تحول شديدة شتى العالم. اقتصاد العالم، أساسيات هذا الاقتصاد اختلفت. الدولار يعني مهدد تماما بالنزول عن عرشه، بسلاسل الإمداد تضطرب بكل دول العالم، وبالتالي إمدادات الطاقة أيضا، المؤشرات الاقتصادية من تضخم، من بطالة، من كل يعني كل هذه المؤشرات تجتاح دول العالم بسبب الأزمة الأوكرانية. طبعا طبيعة العلاقات الأمريكية الروسية أو الغربية الروسية بتختلف تماما، بيعاد صياغتها من جديد، هناك إفصاح أكثر عن أهداف واستهداف كل طرف للآخر واستهداف مصالحه. الخطوط، القواعد التي تسير الاقتصاد العالمي اختلفت أيضا. العالم كله، مفاهيم العالم يعني عن الاستراتيجية حتى تم إعادة صياغتها بموجب الحرب الروسية في أوكرانيا. انقطاع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية أو توقف العلاقات أو صفرية العلاقات الأمريكية الروسية مسألة شديدة الخطورة. هذا معناه أن أي خطأ من الممكن أن يحدث سيتسبب عنه صراع آخر، وصراع كبير ومرير. يعني نستطيع أن نقول أن العالم يواجه يعني ما بعد حرب عالمية ثالثة، يعني وكأن نعتبر هذه الحرب من تأثيراتها الشديدة
والعميقة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاستراتيجي. وكان الأمر أهون كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمع إلى نصائح قالها كبار المخططين والاستراتيجيين في العالم وأمهم كيسنجر عندما تناول مسألة أوكرانيا والصراع في أوكرانيا وروسيا، ونصح الغرب ألا يستفز بوتين أو يهينه أو يهين روسيا بشكل عام. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة سيادة السفير أحمد القوسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرجع لحضرتك أستاذ محمد، صفرية العلاقات الأمريكية الروسية كما وصفها سيادة السفير، هل بتعزز ظنون البعض بأن يكون في حرب على الأقل من منطلق طبعا التأثيرات السلبية لانعدام العلاقات بين ما ينظم يعني القوتين العظميين يعني اللي كان بينظر اليوم في وقت من الاوقات ان هم اللي كانوا بيتقاسموا السياده على العالم، وفي نفس الوقت هيكون حلفاء الولايات المتحده بالتبعيه هم يعني اعداء او يعني غير مرغوب فيهم بالنسبه للطرف الاخر؟ هل ممكن هذه المساله تستقيم في الفتره اللي جايه حتى وان لم تكن حرب بمفردات الحرب التقليديه، او ان كان في الجانب النووي كمان هيكون له وجود؟ طب خلينا نتفق ان مع بدايه الازمه الروسيه الاوكرانيه شهد العالم هيكله جديده في علاقاته سواء كانت مع روسيا او مع الولايات المتحده، وبدأت الدول تبحث وخاصة دول العالم الثالث وهي الأغلبية في المجتمع الدولي تبحث عن مصالحها مع من، ثم تعمق هذه المصالح. على سبيل المثال لو خدنا العقوبات التي فرضت على الأطراف الأوروبية لم تمتثل لها العديد من الدول المتواجدة في القارة الأمريكية وخاصة أمريكا الجنوبية. كذلك الحال في منطقة الشرق الأوسط، كذلك الحال في أفريقيا، لم تلتزم أو لم تمتثل أي دولة عربية أو أفريقية حتى لهذه العقوبات أو تفرض حتى عقوبات على الطرف الروسي، وهذا كان مغاير لتوقعات الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تتوقع أن تمتثل العديد من دول العالم لهذه العقوبات وتسعى في فرض عقوبات. هذا الأمر جعل الولايات المتحدة في معضل بطبيعة الحال. أي حضرتك تقصد أن العالم منقسم ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق العقوبات على الجانب الروسي على خلفية اتخذ العالم يعني أو الدول دول العالم موقف محايد تماما باستثناء الدول صاحبة المصلحة في هذا الأمر وهي الولايات المتحدة والدول الغربية. أما باقي المجتمع الدولي اتخذ موقف محايد، لا يمتثل للعقوبات التي تفرضها روسيا على الدول الغربية، وكذلك لا يمتثل للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا. أخذها بتعبير آخر أو بسؤال بشكل آخر، هل الحاكم لمجريات الأمور في الفترة اللي جاية هيكون منطق المصلحة المشتركة أكثر من منطق العدو المشترك؟ هذا ربما يكون هو الأكثر تطبيقا خلال المرحلة المقبلة خاصة من دول الجنوب العالمي. يعني المصلحة المشتركة هو أو المصالح المشتركة هي ستكون المتحكم الأول في هذه الأزمة. سأعود مرة أخرى أو لاستكمال فقط الفكرة التي كنت أتحدث عنها أو الرؤية، هذا الأمر وضع بطبيعة الحال كلا الطرفين في صدام مباشر. كان في السابق تستخدم القوى الأقل ضعفا في هذا الصدام، الآن أو القوى أو دول الجنوب عموما في هذه الأزمات للضغط على روسيا أو على غيرها، ولكن الآن لن تتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ هذا الأمر. وهذا اتضح أيضا بالمناسبة لو أخذنا على صعيد الشرق الأوسط في قمة جدة، كانت من ضمن أهداف الولايات المتحدة هو ملف الطاقة وأن يتم رفع إنتاج الطاقة للدول وأن تعوض الدول الأوبك أو منظمة الأوبك محل روسيا، ولكن فشلت الولايات المتحدة في أن تحقق هذا الملف أو تحقق إنجاز في هذا الملف. كذلك الأمر روسيا حاولت أن تحث بعض الدول من خلال إما تقديم معونات أو غيره أو مساعدات في الملف الغذائي تحديدا، وهي سلة غذاء كبيرة جدا للعالم، تحفز هذه الدول أو بعض الدول في دول الجنوب أن تتخذ موقف معادي للولايات المتحدة، ولكنها لم تفلح أيضا لأن هذه الدول بحثت عن مصالحها ومصالح شعوبها وأدركت أن الاصطفاف في أي في كلا الطرفين سيكون ليس في مصلحتها. خلينا نسأل حضرتك سؤال تاني، إيه أوراق الضغط الأخرى غير العقوبات اللي لم تؤتي الثمار المرجوة للجانب الغربي بقيادة الولايات المتحدة اللي ممكن تمارس على روسيا
خلال المرحلة المقبلة؟ دي الجزئية الأولى من السؤال. ربما تكون يعني العقوبات كانت هذه هي إحدى الأسلحة التي تحاول الدول الأوروبية أن تستنزف بها روسيا. دعينا نتفق في نقطة رئيسية، أن الدول الأوروبية لا ترغب في أن تسقط روسيا، ولكن ترغب في استنزاف روسيا التي أصبحت قوة تحدد الدول الأوروبية وتحدد محل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك كان يجب استنزاف روسيا، يجب إعادة تقسيم روسيا من جديد بألا تكون هي روسيا الاتحادية المتواجدة الآن من 14 دولة أو 15 دولة تقريبا، وأن تقسم هذه الدول من جديد على غرار تقسم أو تفتت الاتحاد السوفيتي سابقا. الآن بعد أن أثبتت القوى الروسية قدرتها على عدم التمزق، أصبحت الدول الأوروبية تواجه أزمة داخلية وهي أزمتها في الطاقة. لذلك ما تملكه الدول الغربية أو ما قد تمتلكه هذه الدول ربما هو استمرارها في تدفق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وإطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية بهدف استنزاف روسيا أكثر، وكذلك وقف التعامل في ملف الطاقة. هذه هي النقطة الأهم بالنسبة للطرف الروسي. إطالة أمد الأزمة هيخرج الأزمة عن السيناريوهات اللي بنتكلم فيها، وهيدخلنا في دائرة مفرغة قد تكون يعني أشد خطورة، لأن الزمن لن يعود لوراء. يعني لما حنوصل أن الاقتصاد حيتداعى، اقتصادات دول كبيرة يتداعى، قد يكون من الصعب جدا أنه يعود لسابق عهده بسهولة، خاصة بأن الأزمة الروسية الأوكرانية ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة. الفكرة هنا أن تجد هذه الدول احتياجاتها من الطاقة. إن أمنت الدول ما أوروبا في موقف عصيب يا أستاذ محمد، لأن احنا داخلين على شتاء قارس. هي لذلك تسعى الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق سريع مع إيران، وفشلت جميع المفاوضات بشأن اتفاق نووي مع إيران من أجل عودة مرة أخرى صادرات الطاقة الإيرانية. فالدول الأوروبية ترى إن عادت مرة أخرى الصادرات الإيرانية ربما تقلل يعني نوعا ما من الاعتماد على الطاقة الروسية. كذلك كانت هناك محاولات مع فنزويلا الحليف الرئيسي لروسيا ايضا في القاره في امريكا الجنوبيه او في امريكا اللاتينيه. لكن المتابع للاتفاق النووي بين ايران وبين الغرب يرى ان السيناريوهات القادمه لا تدعو للتفاؤل، في نبره متشدده امريكيه مقابلها نبره متشدده ايرانيه، حتى الاوضاع الداخليه في ايران حاليا مش هخوض في تفاصيلها، لكن هي ايضا تلقي بظلال قويه جدا على هذا المشهد. بالضبط، ولذلك كانت هناك ضغوط اوروبيه وخرجت في منذ تقريبا 20 يوم كانت هناك تصريحات بانه ربما نكون بين قوسين او ادنى من اتفاق ايراني، ثم خرجت ايران لتنفي هذا الامر، ثم خرجت الولايات المتحده تتحدث عن احتمال اتفاق مع طهران وغيرها. يعني هذا يعني او يؤكد ان هناك رغبه امريكيه ورغبه اوروبيه في التوصل مع اتفاق مع طهران، ولكن ايضا طهران هي حليف قوي لروسيا، لا يمكن التوصل بدون تفاهم حتى مع روسيا في هذا الملف وغيرها من الملفات. المشكله في الازمه الروسيه الاوكرانيه انها ازمه متشعبه، هناك كلا الاطراف او الاطراف الدوليه كل له نفوذه وكل له علاقاته مع قوى ربما تسبب توترات اخرى او قوى اقليميه في بعض الاماكن قد تسبب توترات في هذه المنطقه وقد تؤدي الى ازعاج المجتمع الدولي او تسبب في ازمه. لذلك التعامل في الازمه الروسيه الاوكرانيه لم نجد ان الولايات المتحده تدخلت بصوره مباشره او ارسلت قوات عسكريه الى اوكرانيا، وانما ارسلت اسلحه، كذلك الدول الغربيه، لانها تدرك ان دخول قوات امريكيه او اي قوات من حلف الناتو الى هذه المنطقه يعني اننا امام حرب عالميه ثالثه لا يحمد عقباها لدى الجميع. صحيح. وان المجتمع الدولي سيستقر في طرف مش عايزين نستهين به لان هو اللي متصدر الازمه من الاساس، وساحه الصراع حتى وان كانت يعني ليست هي الوحيده او هي اللي واخده صداره، لكن هي على الاقل هي مدخلنا الاخباري عندما نتحدث عن الازمه العالميه التي نشهدها حاليا. اوكرانيا، اين تقف اوكرانيا؟ المشكلة في أوكرانيا الآن أننا لا يمكن أن نتحدث أين يقف الأوكرانيون أو أين هو موقف أوكرانيا. أوكرانيا شعب اعتد عليه، تم قصف مساكنه، وإن كانت هناك رغبات لدى البعض في الانضمام لروسيا في السابق، الآن ستكون وجهة النظر تغيرت تماما بعد العملية الروسية الأوكرانية. الأهم من ذلك هو موقف الرئيس الأوكراني الذي من حين إلى آخر تتغير مواقفه أو تتذبذب مواقفه حسب الدعم أو حسب الأمور التي قدمت له من أوروبا، وخاصة أنه ما زال يطالب الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتقديم المساعدات وإرسال المساعدات العسكرية لمؤكد العملية العسكرية في الداخل، العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني، وهي الأزمة الأعمق. ما زالت أوكرانيا حتى الآن
لا ندري حتى الأهداف الروسية، ليس احتلال أوكرانيا كامل أو يعني السيطرة على كامل أوكرانيا، وهذا ما أعلن منذ بداية العملية العسكرية الروسية. لم تعلن روسيا في أي خبر لها بأن هدفها هي السيطرة على كامل أوكرانيا، ولكن كان هدفها الرئيسي هو تحرير بعض الأماكن في أوكرانيا زي إقليم الدنباث وغيرها من الأقاليم التي تطالب بالانفصال، إسقاط الحكومة المتواجدة في أوكرانيا التي تهدد استقرارها. هل شرارة الأزمة كانت بضم الإقليمين إلى روسيا؟ وما الذي كانت تقصده يعني القيادة الروسية من شرارة الأزمة؟ بدأت حينما بدأت الولايات المتحدة والدول الغربية تستمر في استفزاز روسيا، والحديث المستمر من قبل هذه الدول بأن هناك عملية روسية وشيكة أو ستحدث في الداخل الأوكراني. الأهم من ذلك هي المطالب الروسية التي طلبتها روسيا من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا تحديدا ولم تنفذ. لو لاحظنا قبل بدء العملية بشهر تقريبا أو شهرين كانت هناك تدريبات عسكرية تتم في داخل البحر الأسود وبالقرب من جزيرة القرم بين الحلف الناتو وأوكرانيا. انضمام للناتو حضرتك تقصد؟ كانت هذه إحدى الأسباب. هذا الأمر أثار أيضا حافظة الروس، وكانت هناك أيضا ملفات كثيرة جدا تتعلق سواء كان انضمام بالنيتو أو حتى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان بطبيعة الحال سيدفع معه حلف النيتو إلى التدخل في أي عملية عسكرية وغيرها من الأمور. روسيا ترى أوكرانيا كخط دفاع أول لها، وهذه هي الكارثة التي تدركها أيضا الدول الأوروبية، بأن الروس يعلمون أن أوكرانيا أو انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى إلى حلف الناتو يعني أزمة كبيرة جدا لروسيا، وأن روسيا أصبحت على خط المواجهة مع الدول الأوروبية. لذلك طلبت روسيا في بداية الأزمة بأن تكون، أو بوتين حتى طلبها بأن تكون هي أرض محايدة لا تنضم إلى الدول الأوروبية ولا تنضم إلى الدول الغربية. ايه المتغير اللي ممكن يحدث ويغير من دفة الامور؟ المتغير الذي من الممكن ان يحدث ويغير دفة الامور هو ان يتم التوصل الى اتفاق مرضي على الأوروبي. اتفاق مرضي لكافة الاطراف، لان الاوروبيين لن لكن يتراجعوا. لكن لو الازمة اساسها استباقية بالاستفزاز، هل ممكن يكون في اتفاق مرضي؟ ما نتوقعش ان يكون في شروط مسبقة او في طلبات تعجيزية بيكون في القناعة كلا الأطراف، كلا الأطراف ما زال لديه شروطه التعجيزية. ولكن الفكرة في الاتفاق المرضي أن حينما يتوصل إليه الأطراف هو أن يكون لدى قناعة الطرفين، خاصة الأطراف الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة، أن الجميع خاسر في هذه المعركة، وأن حجم الخسائر التي تكبتها كافة الأطراف في هذه المعركة أو في هذه الأزمة هي كبيرة جدا وتداعياتها خطيرة. لذلك يجب الجلوس للتفاوض حول نقاط أساسية، وأيضا يجب على الغرب أن يدركوا أن روسيا لن تخرج من هذه الأزمة. محمد القناعة دي المفروض تكون حاضرة بقوة. إحنا مررنا بتجربة مريرة ولسه في خضمها التغيرات المناخية وعدم التزام الدول المتقدمة بتعهداتها، وهي المتسبب الأساسي في هذه الظواهر. المفروض أن يبتدي يبقى فيه فعلا عقد جديد وفي عمل عالمي مناخي مشترك في مواجهة هذه التداعيات، يعني ويؤمل أن تكون إن شاء الله يعني منصة تكون نقطة انطلاق لحالة من الحراك يعني أو تعاطيات جديدة في كوب 27 في شرم الشيخ إن شاء الله. نتمنى أن تكون هناك سريعة جدا 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 نتمنى أن تكون هناك إيجابيات بالفعل في قمة كوب 27، خاصة أن مصر لديها رؤية هامة في هذا الملف تحديدا وتداعياته الخطيرة على المجتمع الدولي. ولكن الأزمة الحالية أو الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت أيضا بعض الدول الأوروبية للعودة إلى استخدام الفحم، وهي الأزمة الكبرى التي ستلقي بظلالها من جديد على تحفظات بيئيه بالضبط. من الاساس انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد ربيع اديه الباحث في العلاقات الدوليه، شرفتني يا فندم وجزيل الشكر على هذه الافاده. شكرا لحضرتك يا فندم. استاذ المشاهدين مشاهدينا الكرام، اشكر لكم حسن المتابعه لهذه الحلقه من المشهد وفقراتنا الاخباريه المتنوعه. تتواصل معكم على شاشه قناه النيل الاخبار، كونوا معنا.